قال يسوع: وتعرفون الحق والحق يحرركم. مثل ما ذكرت أنه لازم دعوته تكون مصادق عليها من المعاصرين، مع أنه اليهود كانوا في عداء مع يسوع المسيح، أو أقول بعدم التعميم أنه رؤساء الدين وكثير منهم كانوا ضد المسيح وكانوا مؤثرين في تلك الأيام. لكن لاحظ شو بقول الكتاب: فطلبوا أن يمسكوه، في إصحاح 7 من إنجيل يوحنا آية 30: ولم يلقي أحد يدا عليه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. فآمن به كثيرون من الجمع وقالوا: ألعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا؟ فإذا لاحظ أنه كلام المسيح كان مصادق عليه بالآيات التابعة.